فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن جدة ميقات مكاني؟ لا، ميقات لأهلها، ميقات لأهلها أو من نوى، أو من نوى العمرة منها أو الحج منها يحرم منها، ما نوى إلا في جدة يحرم من جدة، من المكان الذي نوى منه، أو أهل جدة الساكنين فيها يحرمون منها. وأما الآفاقيين فلا، يحرمون من المواقيت التي على طريقهم وهم جايين لجدة، إما جوا وإما بحرا وإما برا. نعم.